مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقات 7 دي سبورت. الحقيقة أن أنا النهاردة حاسس بفخر شديد جدا لوجودي مع حضراتكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. الانتماء للنادي الأهلي في حد ذاته فخر، تشجيع النادي الأهلي نفسه فخر، كل شيء في لوجو النادي الأهلي هو فخر، فما بالك بقى بالانتماء لأسر قناة النادي الأهلي من خلال 7 دي سبورت. ده فخر الفخور كلها يعني. فالحقيقة أن أنا سعيد جدا 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 بوجودي مع حضراتكم من خلال 7 دي سبورت. نبدأ بقى نتكلم شوية عن 7 دي سبورت. 7 دي سبورت باختصار هو أكيد برنامج على شاشة قناة النادي الأهلي، فبالتالي الأساس فيه هو دعم الفرق الرياضية في النادي الأهلي كلها من خلال متابعة أخبار كل الفرق الرياضية في النادي الأهلي سواء الجماعية أو الفردية. فبالتالي إحنا كما باقي برامج قناة النادي الأهلي كلها بندعم فرق النادي الأهلي بأن إحنا هنكون متواجدين في كل الأحداث داخل النادي الأهلي في كل الألعاب. ده أساس قناة النادي الأهلي بكل تأكيد. لكن كمان في 7 دي سبورت هنبقى كمان متواجدين في كل الأحداث العربية والعالمية، أي حدث، أي لعبة رياضية، كل الأخبار الخاصة بكل المحافل الدولية والعالمية، كل ده هنبقى موجودين فيه مع حضراتكم من خلال 7 دي سبورت. إذن 7 دي سبورت في النهاية هو برنامج أخبار النادي الأهلي وكل الألعاب الرياضية حول العالم هتكون موجودة معانا في 7 دي سبورت.